وإلى ملتقى التسامح والوحدة الذي نظم من قبل منظمة النهضة الإسلامية التشادية. ملتقى التسامح والوحدة بإقليم حجر لميس نظم تحت شعار إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. محمد حسن آدم. تحت شعار إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، جاء تنظيم ملتقى الوحدة والتسامح من قبل منظمة النهضة الإسلامية التشادية بقرية دوغيش قيتي بإقليم حجر لميس، وذلك بهدف نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين أبناء الأمة الإسلامية، حيث بدأت المناسبة بآي من ذكر الله الحكيم وتلتها كلمة شكر وترحيب من قبل ممثل شيخ القرية والإمام أبو النصيب محمد، كما تخللت المناسبة أيضا قصائد ومدائح نبوية شريفة. محمد رسول الله أعلى وأرفع، لا إله إلا الله. بعدها جاء كلمة الأئمة والمشايخ والدعاة الذين تداخلوا بوصايا وإرشادات واصفين أهمية مثل هذه الملتقيات في نشر روح المهبة والدعوة وتوحيد صف المسلمين. منظمة النهضة الإسلامية التشادية هي منظمة وطنية، منظمة لها إذن من الداخلية، والهدف الرئيسي الذي جعلنا نقيم هذا الملتقى هو يتمثل في الآتي: دعوة المسلمين عامة أو المجتمع التشادي عامة والمسلمين خاصة للوحدة والتسامح والتكاتف ونبذ الخلافات العنصرية الإقليمية الطائفية. ونشير إلى أن منظمة النهضة الإسلامية التشادية ستواصل في أنشطتها الدعوية لتشمل قرى وأرياف إقليم حجر لميس بأكمله.